زكريا نص هلال يا جماعة حتى أصدق لك نص لا نص هلال يا شباب بس نأخذ بالله عليك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نجدد نحن أبناء الجالية الليبية الشرفاء الأحرار المتواجدون بماليزيا ولا أنا لثورة 17 فبراير، كما نجدد بيعتنا لمجلسنا الانتقالي المؤقت كممثل شرعي ووحيد لكافة أرجاء ليبيا الحرة للمرحلة الانتقالية إلى دولة الدستور وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، كما نعرب عن استنكارنا واستياءنا الشديد عن تقاعس الأعضاء الدبلوماسيين بالسفارة الليبية في ماليزيا حتى هذه اللحظة عن الانشقاق عن نظام الطاغية القذافي الذي استباح دماؤنا وأعراضنا ومساجدنا لأكثر من 3 أشهر، وتأخرها عن الانضمام العلني والصريح إلى ركب ثورة التحرير المجيدة في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن الحبيب إلى أضعاف جبروت الطاغية على كافة الأصعدة، ومنها التخلي عن تمثيل نظامه البائس دبلوماسيا مما يدعم دور مجلسنا الانتقالي دوليا أسوة بكثير من السفارات الأخرى التي انشقت عنه مؤثرة تمثيل عن شعبنا الحر. عاشت ليبيا حرة موحدة، وعاش نضال شعبنا الأبي والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار 4 يونيو 2011. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثوار الأحرار الشرفاء